أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول فيه صاحبه: قد ذكر لي بعض الإخوة أن بعض القنوات الفضائية لهم برنامج، وطريقة هذا البرنامج طريقة سحر وكهانة، فيقول: أعطني عمرك وأين ولدت، وأقول لك ماذا جرى لك وماذا يجري لك في هذه الحياة. السؤال: ما حكم الاتصال بهم، وهل هو مثل الذهاب إلى الساحر أو الكاهن؟ نعم، الاتصال بهم وسؤالهم عن هذه الأمور مثل الذهاب إليهم، فإذا سألهم فإنه يأثم إثم الذي يذهب إليه، لأن المقصود واحد، هو لماذا يذهب إليهم؟ لأجل أن يسألهم. فإذا سألهم بواسطة الاتصال فكأنما ذهب إليهم، لأن العلة موجودة، فيكون عليه هذا الوعيد. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في السنن. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا مثل إتيان الكهان، سؤالهم بالهاتف أو بوسائل الاتصال المعنى واحد، سواء ذهب إليهم أو سألهم بهذه الواسطة. نعم.